راح ماشي أصدقائي جيتكم في فيديو جديد. لما أصدقائي نفس ما قرأت في العنوان اليوم يا أصدقائي كود تبع الجواهر يا أصدقائي الشهرية. أوكي أصدقاء، فطبعا كل شهر كل بداية شهر بكيك زي تنطينا كود، لكن أنا طولت صراحة في نشره، فاليوم قررت إني أنشر لكم إياه أوكي قبل لا يخلص مفعول تبع الكود اصلا. اوكي اصدقائي اوكي، لكن قبل ما نبلش بالفيديو حطوا لايك شير بالقناة وفعل الجرس. طبعا انا قلت لكم بفيديو سابق انه بي كي اكس زي، طبعا مرتين قلت لكم تقريبا انه بي كي اكس زي خلت الجواهر تبعنا او الفائزين 100 فائز فقط. اوكي اصدقائي، فكان قبل 50 وهسه 100. طبعا ممكن تسألون ليش، لانه التحديث كريسمس وعيد وهدايا، فا اثنين من ذني. واو حصلت اثنين من هاي الشجرات الذهبية، دائما احيانا القى هنا شجرات ذهبية ساقطة هنا. مرة قلت لكم ايضا، هم قلت لكم مرة حصلت هنا وسام ظهرت. فطبعا الوحدة تعطيكم 5، روحوا خذوها يا اصدقائي قبل لا يخلص التحديث. ايش كنت باقي على التحديث؟ او 6 ايام، او ماي جاد حرامات حيخلص. وطبعا يا اصدقائي انا ناشر فيديو تبع البطاقة المميزة اللي شرت لكم اياها ذاك الاسبوع، فبهذا الاسبوع راح اشير لكم جواهر. اوكي يا اصدقائي، فان شاء الله تكونوا الفائزين، صراحة العدد كبير امانه صغير. اوكي فاتوقع هو حيكونوا فائزين عندنا، لكن لما تفوزوا لا تنسوا تدزوا لي الصورة في الانستغرام اذا حابين عم تشكوا فيها بالبوست الجاي. وطبعا راح اسوي شويه مهمات لانه استوها يا اصدقائي جددت المهام عندي. شوفوا لحظه شوفوا استوها متجدده، بس ويا وقت التصوير قام ينقص دقائق يعني كانت استوها. انا شفت فاتحه اللعبه وهاي اوكي. طبعا شوف اول مهمه هو ايش مطلوب اصلا. اصبغ شعري 3 مرات تمام، فراح اصبغ هذا. عم تحصل 4 جواهر يا اصدقائي، واصل 400 جوهرة مو 300. واصبغ هذا اللون، راح اختار كله تبع 50 لانه رخيصة، وايضا الشعر الاسود لانه هو اخر شيء. الثالث لون استخدم بعد لون شعري اصلي. اوكي فيلا سناخذ 4 جواهر. تكملنا اول مهمة، نشوف على شنو مهمات عندنا سهلة، راح اختار بس السهلة. اوكي هاي انشر صورة واحدة، راح اسوي هاي الصورة الها اضيف شوية اشياء وايموجي. فالمهم نحصل 4 جواهر. دائما اسوي المهمات الاسبوعية على مود انه تحصلوا على جواهر، فنحط هذا الايموجي. خلي احط هاي شي لانه صعب اني احطها يعني، فراح اطشر هني شي. اوكي اتوقع فكة بسيطة حلوة، فيلا نسويها ونكمل. اوكي باقي وحدة، صح باقي وحدة نحطها هنا هيجي. حلو يا اصدقائي، هسه احنا عدلناها وراح ننشرها هم. وطبعا اللي شاف هذا الفيديو خليه يحط لها قلب على مود يعرف انه انتم شفتوا الصورة شفتوا الفيديو. اوكي يلا نحصل على 4 جواهر حصلتن. خلي روحي يا اصدقائي نلعب لعبة المسدسات تبع التحديث يعني، فلعبة حلوة وتكون ممتعة يا اصدقائي، فيلا نروح لها ونلعب. فا اوكي هسه ندخل، بس ما راح ادخل هاي، ادخل تبع الادمن لانه كلش حلو الماب صراحة، ارتاح له الماب كلش حلو، ترتيبه فخم واحس تعودت عليه. فيلا ندخل ونلعب يا اصدقائي، نشوف هل راح اقدر اجيب 10 او لا. اشوف يا اصدقائي بلكت اني اقدر. حطولي فلوس تبع هذي اليومي، فصراحة يعني قبل انا يعني داخلة على اللعبة شاف بدي شوي يتجدد اليوم في بي كي اكس زي، فانه بتجدد واستهم انطوني. فيلا خلينا هسه نلعب، هذه أول ضحية. أوكي خلي نقتلها. أوكي فطبعا المسدس تبعي قوي لأنه الأخضر أقوى شي هنا. قتلت أول وحدة. بس هذا أول واحد قاتل 6، أنا استوني يلا وحدة، استوني بلشت اللعبة أصلا، هو مبلش قبلي أو مبلشة قبلي. أوكي ما أعرف إذا بنت أو ولد. بنت ثانية قتلتها. اوكي اكثر احيان اقل اللاعبين هناك خلي نروح عند هذه اصدقائي.
هرح اقتله من الرصاصة، اقتله يلا يلا. اوكي او ماي جاد يا اصدقاء مسكينة. اوكي شوفوا هنا، شو ماكو احد اليوم، شكو لا 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 ايش نزلني، كان اكو احد فوق. من رايك تني نو هيك حتى واحدة ما يصير. اوكي انقتلت صراحة يعني، فبالغلط. المهم خلينا نبلش اللعبة، يلا 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 خل اقتل. يس يس يس، وين هالبنت؟ او ماي جاد اختفت. المهم فا باقي اثنين حتى يفوز هذا، اتوقع يعني هو ولد ما اعرف. فحرمات توني بلشت اللعبة، ولكن شفت انا اصلا راح افوز بس حرمات. يس باقي لقلبي بس. هذا ايضا قتل ثمانية. من هذا قتلني؟ لحظة من هذا، لحظة غير اعرف وين. اتوقع هذي، لا هذي تعالي. اوي جاد طلعت هي قاعد تصوب علي من زمان، فكنت بموت وراها من وراها. يلا يلا لعد نقتل هذي يا زقاي. واو وصلت لهم اصلا، هذول اللي مبلشين قبلي من زمان. لحظة هذا منو جاي يصوب ايضا؟ ماكو احد. من هذا؟ لحظة 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 راح اموت، راح انتظروا انتظروا. لا ما عرفت من هو، من كل الاتجاهات شفت بس ماكو احد. مشكلة يعني. اوكي سلام عليكم. من فاز؟ من فاز يا زقائي؟ هذه مدري هذا. اوكي هي طبعا بلشت قبلي يعني، اكيد 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 راح تفوز. فطبعا حصلت انا ستيكر يعني، فنشوف شنو حصلنا. هذا الستيكر تبع المسدس الاخضر. طبعا هو كاتب انه نلعب لعبه كامله من هاي الرامي، بس كم مره ما ذاكرها لعبت هواي يعني. قتلوني شوف. ماي جاد. خلينا نطلع خلاص انه لعبت وقتلت 8-7 اشخاص. واكيد يا اصدقائي راح يظهر الكود فد شوي، فحفروا نفسكم يا اصدقائي لانه قرب. فا اوكي اصدقائي، فخلينا نلعب باركور وبعد راح يظهر الكود يا اصدقائي حيل قرب. فاستعدوا يلا افتحوا عينكم زين، مو يظهر الكود وتقولوا لي نونا وين الكود. اوكي اصدقائي راح يظهر راح يظهر، حذروا نفسكم. فا اوكي طبعا خلي نشوف، بلكي تجيب رقم قياسي شي. اوكي اصدقائي نلعب الباركور، ما اعرف شنو اكثر شي سريع صراحة، كلهم مو سريعات بطيئات. اوكي خلي نحصل الفلوس مالتنا 40. اوكي شوف ايش قد جبت. في هذا اليوم، هسه بهذا اليوم الرقم القياسي عندي حاليا 20 ثانية و98 مدري شنو هاي. المهم فهو هذا الرقم القياسي لهذا اليوم. اوكي طبعا هسه اكيد ظهر الكود يا اصدقائي، فمبروك لكل شخص هسه فاز، اكيد فازوا اسرع 100. فيا اصدقائي مبروك، وان شاء الله تفوزوا في المره الجايه لانه قربنا على الشهر الجاي وراح نحصل هم كود وهم راح ننشر نفس الحاله. اوكي اصدقائي وبس يا اصدقائي كان الفيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وياي، حطوا لايك شيك بالقناه واشوفكم بالفيديو الجاي وبس. باي باي احبكم.